فاتن شمس احمد زويل سيظل بالنسبه للشعب المصري الذي احبه واصبح فخور به رمزا من رموز النجاح والعلم والاصرار على خدمه وطن الام، والذي اوصى بان يدفن فيه لما يشعر به من عرفان بالجميل وان يرد شيئا منه، ولكن نرى الشامتون في الموت وفي النجاح لا يراعوا حرمه العلم العالم الجليل الذي اعترف العالم بفضله وانحنى له، انهم اخوان الشر والارهاب قاتلهم الله. محمد الصباغ لابد أن تترك أثرا طيبا وراءك يظل لأجيال متعاقبة، وهذا ما فعله العالم الجليل قبل رحيله عنا، رحمك الله أيها العالم المحترم أحمد زويل. طيب أنا معايا عبر الهاتف معالي السفيرة لمياء مخيمر قنصل مصر العام في لوس أنجلوس. أهلا وسهلا معالي السفيرة. أهلا وسهلا. والبقاء والدوام لله يا فندم. أمين يا رب العالمين. وده يعني الحقيقة مصابنا كلنا ومصاب العالم معانا. معالي السفيرة، يعني احنا دلوقتي أظن في المراحل الأخيرة لتجهيز جثمان الراحل العظيم الدكتور أحمد زويل لمغادرة لوس أنجلوس، مش كده ولا إيه اللي بيتم دلوقتي؟ هو فعلا احنا يعني تقريبا يعني انتهينا من مراحل تجهيز الجثمان الحمد لله على خير وسلام. النهاردة بالليل الساعة 7:30 بتوقيت لوس أنجلوس، يعني في خلال 3 ساعات من دلوقتي هيبقى في العزاء إن شاء الله اللي بيقام في المركز الإسلامي، طبعا تحت رعاية القنصلية العامة وبحضور أسرة الفقيد، وده هيحضره طبعا كل الراغبين في تقديم واجب العزاء في الدكتور أحمد زويل الفقيد الراحل. وبعد العزاء هيبقى في الجثمان هيغادر إن شاء الله بسلامة الله لوس أنجلوس إلى نيويورك، وهيوصل نيويورك بتوقيت نيويورك على حوالي الساعة 7 صباحا بكرة إن شاء الله. هيكون في انتظار الجثمان واللي هيستلمه قنصل مصر في نيويورك او نائب القنصل حسب الظروف، وهيبقى معاه مدير محطة مصر للطيران في مطار جي اف كي في نيويورك. هيقوموا بتسلم الجثمان، ومعهم كمان حد من المركز الإسلامي في نيويورك هيتسلموا الجثمان وهينقلوه، لأنه جاي على خطوط داخلية، لأن ما فيش خطوط مباشرة خط مصر طيران مباشر لوس أنجلوس القاهرة، فهو هيسافر من هنا على خطوط داخلية، وإن شاء الله هيوصل هناك في هيستلم الجثمان وينقلوه على رحلة مصر للطيران اللي هتغادر إن شاء الله الجمعة حول الساعة 6 مساء. هيستقل نفس الطائرة بإذن الله الأسرة، أسرة الدكتور أحمد رحمه الله، وهيتوجهوا كلهم إن شاء الله إلى القاهرة. أمال ليه في كلام يا معالي السفيرة أن جثمان دكتور أحمد زويل سينقل من الولايات المتحدة على الخطوط التركية إلى إسطنبول أولا ثم إلى القاهرة؟ لا لا لا، ما فيش كلام من ده خالص، ده كلام غير سليم بالمرة وليس له أساس من الصحة. جثمان دكتور أحمد حينقل على طائرة مصر للطيران التي تغادر نيويورك من يوم الجمعة إن شاء الله الساعة 6، وهو حيغادر لوس أنجلوس هنا ملتفحا بالعلم المصري يعني، وحيكون يعني يستقل الطائرة إن شاء الله إلى مصر للطيران اللي هتوصل يوم السبت الساعة 11 وعصر. نعم. معالي السفيرة، بالنسبة للمصريين المقيمين في الولايات المتحدة، يعني سواء بقى اللي موجودين في واشنطن عند السفارة، في نيويورك عند القنصلية، في لوس أنجلوس عند القنصلية، ويودوا أن يتقدموا بواجب العزاء في العالم المصري، يعملوا ايه؟ يروحوا امتى؟ حضرتك قلت لنا على لوس انجلوس دلوقتي او في خلال حاجه بسيطه هيبقى في العزاء، هيبدا في لوس انجلوس مش كده؟ مظبوط تماما.
هيبقى في العزاء، واحنا كمان في القنصليه هنا في لوس انجلوس فتحنا دفتر للعزاء النهارده وبكره ويوم الاثنين لكل الراغبين بقى سواء من الجاليه او من السفارات الاخرى او الهيئات الامريكيه، يعني زي ما يكون اللي هيتقدم اللي هيحب يتقدم بواجب العزاء يتفضل في القنصليه عندنا من الساعه 10 صباحا الى الساعه 2 ظهرا اي على مدى الثلاث ايام دول. بالنسبه للواجب العزاء بقى للولايات الثانيه طبعا، يعني هو الجثمان لما بيروح للمطار بتبقى فيه اجراءات يعني صحية وأمنية خاصة بيه، فلا يمكن طبعا ان هو يكون يعني يتم. لا احنا بنتكلم على العزاء لأننا يعني حضرتك صلحيلي لو انا غلط، مش شايف أيوة. ردود فعل حتى من الجانب الرسمي الامريكي لهذا الموضوع، يعني مش شايفين عزاء امريكي، مش شايفين ولا في احنا مش شايفين؟ لا العزاء النهاردة هيبقى فيه طبعا الامريكيين من سواء من جامعة كالتك. ده دكتور أحمد هنا حاجة كبيرة جدا، يعني لا أنا بتكلم على المستوى الرسمي يعني الحكومي يا فندم، يعني وعلى المستوى الرسمي ما هو احنا هنا حضرتك عارف احنا نظام ولايات، هيبقى فيه طبعا مندوب اكيد من الولاية هنا، لكن احنا نظام طبعا نظام فيدرالي في الولايات المتحدة، وبالتالي طبعا ال يعني السلطات الأمريكية هتبقى حتى أكيد هتوفد حد علشان يقدم واجب العزاء النهاردة في الدكتور أحمد في العزاء اللي هيقام بعد بالليل. نعم بشكرك معالي السفيرة، وأرجو أن حضرتك تنقلي عنا لأسرة الفقيد اللي موجودة عند حضرتك دلوقتي خالص عزاء الشعب المصري لهم، إن شاء الله ربنا يصبرهم ويصبرنا جميعا على هذا المصاب الكبير. شكرا معالي السفيرة لمياء مخيمر قنصل مصر العام في لوس أنجلوس. يعني حتى في اللحظات الأخيرة يتعرض الدكتور، مش في اللحظات الأخيرة حتى بعد اللحظات يتعرض الدكتور زويل إلى الإشاعات، وأنه لأن يعني قيل لنا ونقلا عن متحدثه صلاح اسطنبول عشان خاطر يستقبله هناك. سمعت حضرتك معلومة؟ سمعت.